لكن المهندس عدلي في البدايه اشار الى جزئيه حد من الزملاء، وانا هنا خلينا نتكلم في جزئيه علاقه الاهلي بالاعلام تحديدا، لانك انت فسرت ان المصيبه انهم ما عارفين انهم عايزين ايه. تابعنا في الفتره اللي فاتت تبرم وغضب نادي الزمالك الشقيق من قيام احد الزملاء الاعلاميين بنشر خبر قالوا في برنامجه عن مفاوضات او عن قيمه عقد ايا كانت، وفجاه حصلت غضبه كبيره جدا وحصلت مقاطعه لقنوات اون تايم سبورت وحصلت مشكله كبيره جدا استدعت صدور بيانات واعتذارات والزميل اعتذر، وقيل ضمن ما قيل من تفسيرات انه ده كلام بيهز استقرار الفريق وبيولد ضغينه بين اللعيبه وبيأثر على الفريق في مرحله مهمه، ومعاهم الحق. الزمالك وهو بيدافع عن حقه في هذه الجزئيه وينتقد ثوابت اعلاميه بيتم تجاهلها، هو معاه كل الحق، بيحافظ على فرقته ويداري على شمعته. محدش يلومه. وقدر يتكلم لغايه لما استصدر اعتذارات و و و. لكن الكيل بنفس المكيال. الجزئيه اللي اشار اليها المهندس عدلي، الاقي المواقع كلها متناقله نقلا عن الزميل ابراهيم عبد الجواد في برنامجه في اون تايم سبورت نفس الكلام، بل يمكن الاجتهاد في جزئيه الاهلي بيفاوض اللاعب الفلاني جزء من الاجتهاد، حتى وان كان مردود عليه او يمكن تاكيده او نفيه. لكن المشكله الاهلي مقبل على مباراه الدور النهائي في دوري الابطال، الاهلي مقدم على خوض 5 أو 6 مباريات بدون 6 أو 7 لعيبه اعضاء المنتخب الاولمبي. الاهلي وافق علشان يقدر يستخدم كل اللاعبين المتاحين اللي عنده، الاثنين منهم مهمين جدا كهربا واجاييه، لانه طاهر محمد طاهر رايح المنتخب الاولمبي، فيبقى اعتماد الجهاز الفني يا باشمهندس على الاثنين اللعيبه. فجاه يطلع برنامج يقول موسيماني هيمشي كهربا وجونيور اجاييه عشان يجيب اللاعب الجزائري، لاعب اتحاد العاصمه الجزائري اسماعيل بالقاسمي، والاقي كل المواقع كاتبه. وقال الاعلام ابراهيم عبد الجواد في تصريحات تلفزيونيه عبر اون تايم سبورت ان اللاعب الجزائري اسماعيل بالقاسمي جناح اتحاد العاصمه الجزائري تم عرضه على مسؤول النادي الاهلي. واضاف ابراهيم عبد الجواد ان اللاعب اسماعيل بالقاسمي تم اختياره بديلا لكل من محمود كهربا وجونيور اجاييه ثنائي جناح الاهلي في ظل تراجع مستواهم. بصوا التقييم. وتابع ابراهيم عبد الجواد ان اداره التخطيط بالنادي الاهلي قررت تاجيل ملف اللاعب وعرضه على موسيماني لما بعد نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني بالله عليكم في جزم بتكسير 2 جناح الاهلي في هذا التوقيت وقبل المباراه النهائيه وقبل خوض منافسات مهمه، في افدح من كده واخطر؟ اه. ايه؟ انك تبقى عارف انت بتعمل ايه. هم يعني كان الدرس اللي خدوه من موقف الزمالك معاهم كفيل انه خافوا كرروه مع الاهلي. لكن الغرض مرض. الـ يعني شهوه التكسير في الاهلي اقوى من المصلحه. حتى لو اضطرت القناه اذا حذى الاهلي حذو الزمالك ومنع لعيبته. ها؟ والاهلي نادرا ما بيعمل كده الحقيقه. بس لا شوف يعني في علاقته مع الاعلام هو انت كنت بتترفع عن حاجات كتير قوي. الناس بتستغلها للاسف. انا بعتذر للساده صوتك دور البرد ده، يعني انا عملت مجهود كبير عشان اقدر ألصم الصوت. صوتك واصل من غير ما تتكلم. الله يخليك. انما انه يطلع وبعدين مش هو بس ده كل واحد يطلع ده 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 في, ده في قناه متفرغه لنا، متفرغه ان موسيماني هيعمل ايه. في قناه انت تعلمها. ايوه. خلقت خصيصا. أيوة. لظروف انتخابات الاهلي. والترتيب ليها من دلوقتي. وبتتمول. في الجزء بكل برامجها من كده. وهي نازله. موسيماني قال موسيماني عاد، وقلنا لكم كنتوا عايشين معاه، سمعتوه فين؟ ده اذا كنا احنا ما نعرفش.
وبعدين انت الرائع في الامر بقى ان احنا بنتيقن من مش من مصادرنا، من مسؤولينا. طيب من مسؤولينا، كلمت الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي، قال لي اقسم بالله اول مره اسمع هذا الاسم، لا حد طرحه ولا حد فوضه ولا حد جاب سيرته ولا داخل في ترشيحاتنا ولا الموضوع مطروح على الاطلاق. ده بالنسبه للكابتن اسماعيل بن قاسمي لاعب نادي اتحاد العاصمه الجزائري، له كل الاحترام هو واي لاعب، لكن تحديدا لم يتم طرحه، لم يتم التفاوض معاه. فالاقي يطلع الزميل ابراهيم عبد الجواد وتنقل عنه كل المواقع، ودي برضه خطوره. فجاه المساله السوشيال ميديا تشتغل والبرامج تشتغل وكله يشتغل وكله يقتات من وراء اشاعه زي كده، سببها ايه؟ اديكم شايفين ده الناس بتقفز ورا الاهلي وافق وعلشان يمشي اتنين. بصوا بقى احنا بنتكلم في نص الموسم، لا مستر موسيماني قدم تقريره وعنده كل الحرص على انه ينجح كهربا وينجح اجاييه ويرجعهم لمستواهم ويقدم تقريره في نهايه الموسم، لكن فجاه لجنه التخطيط وافقت وموسيماني قرر يمشي الاثنين وبيفاوضوا هذا اللاعب البديل. في تكسير لفرقه في نص الموسم وقبل خوض مباراه نهائيه في بطوله افريقيا زي كده. المهندس عدلي اشار لحته طول عمر الاهلي بيترفع، دي حقيقه، اذكر في ادارات سابقه كتيره ما كانش ابدا النادي الاهلي بيوصل لمرحله لا مقاطعه جرنان ولا منع قناه ولا منع اي زميل من دخول النادي واداء عمله، ما حصلتش الا نادرا وفي ابعد الحدود واصعبها لما الامور بتزيد عن الحد قوي، لكن مقاطعه وسيله اعلاميه او منعها من ممارسه عملها ده ما حصلش، لا في المجلس اللي في حالي ولا اللي قبله ولا اللي قبله. كتير لما بيكون في ثوابت في احترام مهنة الصحافة واحترام مهنة الإعلام وإن الناس بتأدي دورها، بس هل ده ينفع؟ لحظة، كنت أخذ الأمر بحسن نية لو استند الزميل إبراهيم عبد الجواد، وده أخفهم، إلى إنه قال أنا اتصلت بمصادري في النادي الأهلي وأكدوا لي. لم يبذل أي وقت، لأن الشخص المنوط به التنفيذ اكد لك انا هخرج نفسي بالظبط. وانت مستشار التعاقدات، ولكن كابتن امير كمسؤول تنفيذي دلوقتي اقسم لي بكل الوضوح ان ده غير مطروح بالمره. اذا هو يعرف ما انه عاملها في التوقيت ده. هو ازعجه انه لقى كهربا فجاه الخلاف المزعوم بينه وبين موسيماني منتهي والراجل بدا يشارك ويشكل خطوره ويحرز اهداف ويعمل بصمته، ازعجه هذا الامر. هم مراهنين على ان في 7 لعيبه بعد ماتش افريقيا او 8 لعيبه رايحين المنتخب الاولمبي، رايحين المنتخب الاولمبي. فالباقي بقى اللي قاعد نشتغل عليه بقى، نهزهم شويه، ان هو بره القايمه وهيمشي خلاص. انما هم اصل هم مش واخدين بالهم ان كل ما يفعلوه ان يزيدوا الاهلي لحمه وتضامن وتماسك، واللعيبه فاهمه كويس قوي وبتفوت عليهم اغراضهم، مش باقي الا جزء من جماهيرنا يعوا هذا الدرس وياخدوا بالهم منه وهم كمان يتصدوا لهذا الامر. يتصدوا بانه يعلوا لعبتهم بقى، لعبتهم اللي بتعمل انت في ماتش بيراميد عامل ماتش رائع وضاع منك الفوز بطريقه ما تتكررش كثيرا، يعني 1 في 1000 ولا حاجه، تقوم انت بكل الضغوط اللي تعرضت لها برضه عمليه التسخين ضد اللعيبه، اللعيبه عملت ايه؟ تماسكت اكتر وجهازهم الفني تمسك بيهم. ايوه تمسك بيهم. ايوه لما يجي البنالتي معلول يشوطه وما يبدا الماتش بالشناوي اللي هو تردد ان كان لديه كدمه فيكون حريص انه يبدا بيه. ايوه فيؤدي هذا العرض الجميل الذي يجبر الكارهين بالاشاده، يبقى انت هيهات، انت كل اللي بتعمله بارك الله فيكم. انتوا بتخلوا الاهلي ينتبه وهو محتاج ينتبه لان الاسترخاء عدو الاهلي.